القبائلية أيضا حسان ومقربك المفضل سليمان عازم أيضا، وهنا أيضا كتب بيان أول نوفمبر. إذا الجزائر تأهلت في شهر نوفمبر، تأهلت بفتح الجيش وبقية الزملاء والاحتفال في هذا المكان الذي كتب فيه أيضا بيان أول نوفمبر. وسيلبس البرنوس الذي يمثل أكثر دلالة في منطقة القبائل حسان، Je suis très content d'être ici avec vous. Ça fait plaisir de voir tous ces gens-là être ici pour m'accueillir. C'est très, très agréable, très touchant. Merci à vous. Merci, M. Mourfi Wilko. Inch'Allah, je vais bien vous honorer, Inch'Allah. Vive M. Mourfi. Vivre les moules, vivre Tizi Ouzou, vivre la Kabylie, vivre la Chine. القبائلية قال رفيق حليش: أنا سعيد عندما أكرم هنا في مسقط رأسي. حي الجزائر وحي كل من يحاول أن يشرف هذا الوطن. هذا هو البرنوس الأبيض الغالي والغالي بالنسبة لسكان منطقة القبائل، ولحظات لا تنسى في تاريخ هذا النجم الذي يبقى يعد بالكثير والكثير. لا توجد لحظات أجمل من هذا حسن. نعم، لحظات قوية ومن سيدي مولا إلى الجراب. هذا بلا الجرام من الشرق الجزائري ياسين بزاز أيضا بفخر واعتزاز يعود إلى مسقط رأسه، وكأننا في مؤتمر سياسي، حتى المؤتمرات السياسية في كل أنحاء العالم لا يحقق هذا الحضور الجماهيري. حضور زاز إن كرم اليوم في مسقط رأسه بالجرام، فهو تكريم أيضا لكل أعضاء المنتخب الوطني، تكريم لكل لاعبين، تكريم للشيخ سعدان، تكريم للحاج محمد روروة، تكريم أيضا لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير الذي حلم به الجزائريون طيلة 24 سنة. الجزائري وفريق ستراسبورغ ياسين بزاز تفاعل كثيرا مع ابناء مدينته واستحسن كثيرا هذا التكريم الذي اعتبره متميزا في مشواره الكروي. التكريم هذا جاء من ولاد بلادي، من المسيرين تاع البلديه، باش نقول لهم يعطيهم الصحه، كما فرحناهم فرحونا. وان شاء الله كما قلت لهم من وعدهم ان شاء الله نزيد نشرف البلديه تاعي اكثر، وهذا يفوت مع المجهودات اللي نبدلوها مع ليكيب ناسيونال، وان شاء الله نفرحوهم اكثر في المناسبات القادمه ان شاء الله.